بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في موضوع جديد راح نتحدث فيه عن برنامج الآب إنفنتر، وراح نبلش الحديث عن أول تطبيق من تطبيقات الهاتف الذكي موجودة معنا في كتاب تكنولوجيا المعلومات الفرع العلمي. راح أتحدث في هذا الدرس عن نشاط رقم واحد الذي يتعلق بحساب الوزن المثالي. في البداية بدنا ندرس أو نقوم بتحليل السؤال حتى نقدر نستطيع من فهمه والإجابة عليه. السؤال بيقول: يعاني الكثير من الوزن المفرط أو الزائد، ولفحص الوزن إن كان مناسبا أم لا يمكن تصميم التطبيق على الهاتف وزنك المثالي. فحص مدى مناسبة الوزن للطول، فما الوزن المناسب؟ تشير الدراسات العلمية أن الوزن يرتبط بالطول حسب العلاقة وعامل السمنة. إذن هنا أنا راح أتحدث عن جانب رئيسي في هذا التطبيق، اللي هو آلية حساب معامل السمنة، اللي هو إني راح أقرأ قيمة اللي هي قيمة الوزن، إن يقوم المستخدم بإدخال قيمة في داخل مربع نص text 1 اللي هي الوزن، ويدخل قيمة ثانية اللي هي الطول في text box ثاني، ويقوم بتربيعها مع الانتباه إلى آلية احتساب الطول بوحدة المتر المربع. يعني لازم نقوم بإدخال القيمة وتقسيمها على 100 ومن ثم تربيعها، و ناتج التربيع يتم تقسيمه على الوزن لحساب معامل السمنة. ومن بعد ذلك راح يكون في عندي ملاحظات على القيمة اللي راح نحسبها، اللي هي معامل السمنة. إذا كان المعامل أقل من 20 إن يكون يتم طباعة الوزن أقل من الطبيعي. يعني في عندي راح يكون في عندي حساب لمعامل السمنة، وبناء على معامل السمنة الذي سيتم حسابه يتم إدراج في داخل ليبل على سبيل المثال نتيجة سواء كانت أقل من الطبيعي في حال كان المعامل السمنة أقل من 20. إذا كان أقل من 25 يكون عندي الوزن مناسب، إذا كان معامل السمنة أقل من 30 الوزن زائد، وإذا كان معامل السمنة أكثر أو يساوي من 30 زيادة مفرطة في الوزن ولحل هذه المشكلة صمم التطبيق يعمل على إدخال الوزن والطول ويعطي النتيجة. في مرحلة التصميم بالنسبة لبرنامج الاب انفنتر راح يكون في عندي حسب ما ذاكر الكتاب 6 أدوات تسمية. يعني راح يكون في عندي الوزن داخل أداة تسمية، الطول داخل أداة تسمية، معامل السمنة داخل أداة تسمية، وقيمة معامل السمنة داخل أداة تسمية، والملاحظات حول إذا كان الوزن مناسب أو زائد أو مفرط برضو في داخل ليبل. وراح يقوم المستخدم بإدخال قيم. إذا راح نستخدم تكست بوكس عدد 2، الأول لإدخال قيمة الوزن والثاني لإدخال قيمة الطول، وكل هاي الأمور بتم احتسابها بمجرد الضغط على زر الأمر. تنفيذ حدث مجرد ما أنا قمت بالضغط على زر الأمر اللي راح يكون عندي اسمه بوتون 1، ويكون تسميته حساب الوزن المثالي والسمنة. يتم احتساب كل هاي الأمور، ومدرج هون عبارة عن صورة توضيحية تبين كيفية وآلية احتساب السمنة. خلينا نروح على البرنامج ونشوف كيف ممكن نتعامل مع مثل هاي الأسئلة. خلينا نبدأ بتصميم مشروع جديد، Start a new project. نسمي المشروع اللي بدي أقوم بتنفيذه على سبيل المثال Factor. راح يفتح عندي تطبيق جديد بدي أقوم في البداية بما إنه في عندي 6 أداة تسمية. راح يكون في عندي الليبل الأول يمثل أداة تسمية للتطبيق، فلتكن تطبيق الوزن المثالي. بختار أداة ليبل من قائمة يوزر انترفيس، بقوم بالتعديل شوي على خصائصها. ممكن مثلا إذا بدي أقوم بتغيير الباك جراوند إلها نعطيها لون معين، مثلا بدي أقوم بفونت بولد تغميق أو إظهار الخط، إذا عمل الخط مائل حجم الخط فليكن 30. ممكن أقوم في خصائص ثانية اللي هي الهايت والويدث. ممكن أعطي أداة التكست أسميه تطبيق
الوزن المثالي. تطبيق الوزن المثالي ممكن اعملها توسيط في داخل سكرين 1 الشاشة من خلال خصائص سكرين 1 اللي هي خاصية الالاين هوريزونتال انها سنتر. النقطة الثانية بدي اقوم باضافة ادوات ترتيب افقي اللي هي الهوريزونتال ارينجمنت بيتم احضارها من قائمة لاي اوت، فبروح على قائمة اللاي اوت بختار هوريزونتال ارينجمنت الاول اللي راح يظهر فيه عندي ليبل والتكست بوكس. الليبل بده يحمل اسم الوزن والتكست بوكس اللي هو انا بدي ادخل فيه قيمة الوزن. فبداية حتى ما نتغلب لو قمت انا بعمل الويدث في البيرنت وقمت بادراج قائمة اليوزر انترفيس اللي هو تكست بوكس 1، وبدي اضيف لها اداة تسمية. بروح على اداة التسمية اذا بدي اعدل بخصائصها على سبيل المثال صغرها شوي 25، نغير بخصائص الخط، نغير بالنص اللي بيظهر عندي على هاي الأداة اللي أنا قمت بإدراجها حسب ما موجود في الكتاب بده يكون اسمها الوزن. ممكن إني أعمل تعديل في الخصائص على سبيل المثال سنتر إذا حبينا نرجع الهوريزونتال أرينجمنت للي كان عليه أوتوماتيك ما في عندي أي مشكلة. برد بضيف هوريزونتال آخر من نفس القائمة اللي أوت، بضيف هوريزونتال أرينجمنت، بقوم ب نفس الطريقة بتعديل العرض لو عملناه في البيرنت، برجع لقائمة اليوزر انترفيس بضيف عندي التكست بوكس 2، بضيف ايضا ليبل اداة تسمية ثانية، بقوم بالتعديل على خصائصها لو عملناها 25 عملنا الخط غامق، نغير مثلا بمكانها، نغير بالاسم اللي بيظهر عليها اللي هو بده يكون اسم الطول، بدها تحمل اسم الطول. ممكن ارجع على الهوريزونتال ارينجمنت وارجع الوضع لما كان عليه من قبل اوتوماتيك. اذا بدي اقوم بتعديل او تغيير مثلا الوان بقدر اعدل الالوان زي ما انا بدي. تنسيقات ممكن اي شخص يقوم فيها حسب الرغبة. نرجع للنقطة الثالثة، بدي اضيف زر الامر اللي بده ينفذ كل هاي الامور، اللي بده يظهر لي معامل السمنة واللي بده يظهر لي الملاحظات حول طبيعة الوزن. فبروح على نفس القائمة بختار اداة بوتون، بغير بخصائصها، بنغير بلونها، نغير بحجم الخط، نكتب بالأداة في الداخل حساب الوزن، حساب الوزن المثالي والسمنة. كثير بدي أرجع أضيف أيضا هوريزونتال أرينجمنت ثالث لحتى يظهر فيه معامل السمنة في داخل ليبل، ويظهر فيه القيمة اللي تم احتسابها لمعامل السمنة في داخل ليبل آخر. وبضيف horizontal arrangement، بقوم بالتعديل على خصائصه وبدخل بداخله من قائمة user interface to label. الليبل الأول اللي هو بدي يكون حامل الرقم 4 بده يظهر بداخله معامل السمنة اللي بده يتم احتسابه من خلال معادلة الوزن تقسيم مربع الطول، والليبل الثاني اللي هو بده يحمل اسم معامل السمنة. خلينا نعدل بالخصائص، نرجع لليبل رقم 4 نعدل بخصائصه، نعمل حجم الخط على سبيل المثال 25، الخط غامق، بدي اكتب بداخله قيمة افتراضية على سبيل المثال زي ما موجود عندي في الكتاب، نفترض القيمة 20 نعملها سنتر. نيجي على ليبل رقم 5 برضو بدي اعدل بخاصية حجم الخط وتغميق الخط، ونعمل لها توسيط ونعدل في الاسم اللي بيظهر عندي في التكست، واكتب معامل
السني. ممكن ارجع على الهوريزنتال واعيد ضبط خصائصه للي كانت عليه من قبل، وممكن اذا بدي اغير في اللون برضو بصير. نرجع بنضيف الليبل الاخير في التصميم اللي هو راح يحمل ليبل رقم 6 وتظهر فيه الملاحظات حول طبيعة الوزن. بنغير بخصائصه مثلا 25، بدي اعمله غامق. بدنا نغير النص اللي داخله، نكتب وزنك مناسب. النقطة الأخيرة في عملية التصميم قبل الانتقال للبلوكس اللي هي إضافة صورة، فبدي أضيف إيميج، أقوم برفع صورة معينة عند الجهاز، أبلود فايل، شوز فايل، ولتكن هاي الصورة. ممكن إني أعدل على خصائصها، لو على سبيل المثال عندنا 150 هايت مناسبة. على كل حال هيك بالنسبة لي بكون خلصت من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الديزاينر التصميم. بدنا نروح على البلوكس ونشوف شو ممكن نقدر نعمل. نروح على قائمة البلوك. في البداية بدنا نفهم إنه أنا لما بدي أضغط على زر الأمر اللي هو بوتون 1 اللي كتبت عليه حساب الوزن المثالي والسمنة، يقوم بحساب معامل السمنة وطباعته بداخل ليبل 4، ويكتب لي في ليبل رقم 6 الملاحظات بناء على معامل السمنة. إذا الأمور كلها راح تتنفذ من خلال اللي هو الضغط على زر الأمر. فبروح على الزر اللي عندي بوتون وبختار تنفيذ الحدث الآتي، وين بوتون 1 كليك. لما أنا بدي أكبس أو أضغط على الكليك 1 شو بده يصير عندي؟ شو بده يتنفذ؟ في البداية راح أعرف أنا وياه من قائمة variables. راح أقوم بتعريف متغير عام خاص في معامل السمنة وأعطيه قيمة افتراضية، فبغير تسميته على سبيل المثال. لو بدي أقوم بتسميته factor، أقوم في البداية بإعطائه من قائمة math قيمة افتراضية 0. أعطيناه قيمة افتراضية 0، عرفت متغير عام سميته factor، أعطيته قيمة افتراضية 0. وين بوتون 1 كليك، انا لما بدي اضغط على زر الامر شو بده يتنفذ عندي؟ بدي في داخل او في داخل جمله سيتي جلوبال فاكتور يطبع اللي هو الوزن مقسوم على مربع الطول. خلينا نبلش بالبدايه في الطول ونحل مشكله الطول وتقسيمه من وحده سنتيمتر لمتر. الطول زي ما صممنا راح يكون عندي مدخل في تكست بوكس 2، فبروح على تكست بوكس 2 بختار اي جملة بدي اياها وبغير خاصية التكست. بروح على قائمة ماث حتى نقسم على 100، بنختار اداة التقسيم وبروح على قائمة ماث وبدخل بدل العدد 0 العدد 100. بفهم من هذا الحديث انه انت مستخدم القيمه اللي راح تدخل لي اياها في التكست بوكس 2 قسم لي اياها على 100، فتحولت من سنتيمتر لمتر. طيب بنروح على قائمه ماث وبنجيب اداه اللي هي تربيع. ما بدنا ننسى انه الطول راح يكون عندي مربع، الطول مضروب بنفسه، فبدي القيمة اللي أدخلناها قسم لي إياها على 100 تحولت لمتر. بعدين من قائمة ماث بحكي له ربع لي إياها، أضرب لي الطول في نفسه مرتين. بالنسبة للطول صار جاهز، ضل عندي الوزن، الوزن اللي هو أدخلناه في تكست بوكس 1. فبروح على تكست بوكس 1 بختار أي جملة بدي إياها وبغير enabled لتكست. بعدين بروح على ماث وبختار البلوك اللي موجودة أمامنا، حط فيها قيمة تكست بوكس 1 اللي هي تمثل الوزن وقيمة الطول بعد ما أنا قسمتها على 100 وربعتها. إذا مباشرة صار عندي الوضع كالآتي، عرفت معامل السمن اللي هو فاكر، أعطيته قيمة أولية 0، طلبت من البرنامج مجرد التنفيذ حدث الضغط على الزر 1، نفذ
ضعلي في معامل السمنة، خزلي في داخل معامل السمنة القيمة اللي ده تنتج عن تقسيم الوزن على الطول بوحدة الصائل بوحدة المتر بعد عملية تربيعه. إذا هيك صار معامل السمنة جاهز، المفروض إني أقوم أنا بطباعته. فمعامل السمنة أنا راح أطبع معامل السمنة عندي في ليبل رقم 4، فبدي أرجع قائمة بلوك ونختار ليبل رقم 4، نحكي له اسحب أي بلوك بدي إياها، set label for the text، اجعل ليبل 4 اللي هي أداة التسمية تحمل قيمة global actor. إذا get راح أستخدم get اللي هي ياخذ القيمة اللي أنا احتسبتها ل global factor اللي هو معامل السمنة وخزن لي إياها في داخل أداة التسمية ليبل 4. طيب هيك بكون خلصت من عملية الاحتساب وطباعة النتيجة، ولكن في عندي لو بدنا نرجع للكتاب في عندي هون إذا راح أضطر أستخدم جملة if لاحتساب أو لإظهار ملاحظات بناء على قيمة الفاكتور اللي تم احتسابها. نرجع للبرنامج بشكل سريع، راح نضطر نجيب جملة if. بدنا نجيب جملة if من قائمة التحكم control، بختار البلوك if، وفي البداية راح تكون عندي في داخل الجملة if راح أروح على قائمة الماث عشان أعمل مقارنة، اللي هي راح أجيب دالة المقارنة اللي راح أستخدمها وأغير إشارة المساواة إلى أقل من، وبرجع قائمة ماث. أول جملة شرط عندي إنه إذا كان معامل السمنة أقل من 20، أقل من 20. إذا أنا بدي أحكي للبرنامج قيمة معامل السمنة اللي أنت احتسبت لي إياها، شوف لي إياها إذا كانت أقل من 20 شو تنفذ. إذا كانت القيمة أقل من 20 راح يتنفذ عندي الحدث في مكان الدالة اللي راح أدرجها في منطقة ذل. فإذا كان عندي معامل السمنة أقل من 20 صحيح، راح تظهر عندي اللي هي الملاحظات في ليبل رقم 6، فراح احكي له في ليبل رقم 6، في ليبل رقم 6 بغير الباك جراوند للتكست، في ليبل رقم 6 بدي اقوم باسناد قيمه، فبروح على تكست، بروح على تكست بدي اسند قيمه لليبل 6 بناء على الشرط، بناء على تحقق الشرط. فالقيمه راح تكون اللي هي القيمة الأولى الوزن أقل من الطبيعي، إذا وزنك راح يكتب لي هان وزنك أقل من الطبيعي. طيب إذا هذا الشرط أو معامل السمن لما حسبته أنا ما كان عندي أقل من 20، شو بده يصير؟ فبقوم بإضافة جملة else if بالضغط على المنطقة هون وأضيف جملة else if ونضيف أخرى جملة else if عشان ما نرجع لها مرة ثانية. بنسخ، بقوم بدل عملية كتابة الجملة من جديد بس بعمل دبليكيت، بنسخها وبغير اللي هي القيمة من 20 لقيمة 25، وبنسخ الجملة هاي بنفس الطريقة وبستبدل القيمة اللي قمت بإسنادها، بدل وزنك أقل من الطبيعي بكتب فيها الوزن مناسب، وبرد أنسخها مرة ثانية. إذا كانت أقل من 30 وأقوم بنسخ هاي الجملة بنفس الطريقة، تكون الملاحظات أو القيمة المسندة وزنك أو وزن زائد، عفوا وزن سائل. طيب إذا ما تحقق عندي لا الشرط اللي موجود هون، ولا تحقق عندي الشرط اللي موجود هون، ولا تحقق الشرط اللي موجود هون، تلقائيا راح يكون في عندي إلس. إذا ما تحقق إشي من اللي موجود نفذ الشرط اللي موجود في داخل جملة إلس. الشرط اللي موجود في داخل جملة إلس راح يكون
مسنود له القيمة زيادة مفرطة في الوزن. هيك بكون خلصت البرنامج. بعيد شرح البلوكات بشكل سريع. في البداية عرفت متغير عام سميناه فاكتور، أسندت له قيمة بدائية صفر. النقطة الثانية راح يتم تنفيذ هاي الجمل البرمجية مجرد الضغط على زر الأمر اللي أنا قمت بإدراجه، كان يحمل الاسم بوتون 1. بده يتم احتساب معامل السمنة بناء على المعادلة اللي موجودة عندي في الكتاب اللي هي الوزن، وأنا قمت بإدخاله في تكست بوكس 1. قسم لي على الطول اللي هو أنا أدخلته بتكست بوكس 2 بعد تحويله لوحدة المتر، يعني قسمته على 100 وربعته، واطبع النتيجة عندي في ليبل رقم 4. يطبع عندي يأخذ القيمة اللي هي جلوبال فاكتور، يطبع لي إياها في رقم 4. بعدين يفحص شرط، إذا كانت هاي القيمة أقل من 20 يطبع لي في ليبل رقم 6 وزنك أقل من الطبيعي، إذا كانت أقل من 25 يطبع لي وزنك مناسب، إذا كانت أقل من 30 يطبع وزنك زائد. طب إذا ما تحقق ولا شرط من هاي الشروط الثلاث راح يطبع عندي في داخل ليبل رقم 6 زيادة مفرطة في الوزن. خلينا بشكل سريع لو بدنا نروح نشوف نجرب ننفذ. طبعا بالتأكيد كل هاي الكتابات والتنسيقات اللي نسقناها في مرحلة الديزاينر باللغة العربية وبهالألوان مش راح تظهر عندي بشكل سليم في الاميليتر، لانه مش راح يدعم او غير داعم للغة العربية، وبالتالي راح تظهر عندي الحروف متقطعة. مستنى عندي مجرد ما يشتغل الاميليتر ونقوم بتنفيذ البرنامج ونشوف شو ممكن تظهر عندي نتائج. نعتذر منكم، الإميليتر مش قادر يشتغل عندي، ولكن عملية التنفيذ سليمة، نقدر ننفذه في أي وقت لاحق. في الختام كل الشكر والتقدير، يعطينا ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى اللقاء معكم في حلقات أخرى. دمتم بخير.